تسعيرة المولدات الأهلية لشهر تموز 15,000 دينار للأمبير الواحد في سامراء، زيادة حصة الوقود وخفض سعره لقرابة النصف لم تكن كافية لأصحاب المولدات لينصفوا المواطنين بتسعيرة هذا الشهر، بل رفعوه غير آبهين بتعليمات المحافظة، والمواطن في سامراء يعاني من لهيب الحر وسياط الأسعار المرتفعة. ونشوف صاحب المولد اليوم هو مدعوم من الحكومة المحلية بمادة الغاز، اليوم بعد ما صار الدعم وتوفر له الغاز نلاحظ أنه صاحب المولد اليوم هو رفع تسعيرة المولد، وهذا الشيء حقيقة يضر بالمواطن السامرائي أو يضر بالمواطن العراقي بصورة عامة. الدولة سوت الغاز ب 250 نزلت لهم إياه كدعم حتى يساعدوا المواطن، وزيادت لهم نسبة الغاز، بينما هسه بالجديد حاليا لا، هم من 10 صار امبير 15، يقرأ العداد ما يقرأ ما لهم علاقة، احنا تحملناهم بالشتاء هم ما تحملونا بالصيف، ياخذون السعر يدوب بالشتاء، وهسه بالصيف وكثرة الانطفاءات والكهرباء وهي المشكلة اللي عصت انه تنحل، والمشكلة الازلية مال الكهرباء بالعراق. الحكومة المحلية اكدت على متابعتها للمخالفين من اصحاب المولدات خصوصا بعد زيادة حصة الوقود وتخفيض سعره للنصف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين منهم. تعرفون أنه فترة الصيف دائما يصير بها أزمات الكهرباء، ولذلك تم زيادة حصة منتوج الغاز اللي هو الغاز من 25 لتر إلى 40 لتر، إضافة إلى هذا تم تخفيض سعر اللتر من 500 دينار إلى 250 دينار، وهذا بالأساس يعتبر دعم حقيقي لأصحاب المولدات. حقيقة خلال متابعتنا كشفنا عن بعض أهل المولدات على اعتماد انه الطاقه الوطنيه والكهرباء الوطنيه ورفضها الى المناطق الاخرى، وتم اخذ الاجراءات القانونيه بحقهم. هل اصبح الاستغلال سمه لدى اصحاب المصالح ليرقصوا على ازمات المواطن غير آبهين للقرارات الحكوميه؟ من صلاح الدين براكنعان، قناه الفلوجه.